بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأعزاء، مشاهدي قناة البلد. معكم دكتورة ولا أحمد عباس، أخصائي تربية خاصة. حابة أتكلم معكم في الحلقة دي عن الدمج الأطفال الاحتياجات الخاصة في المدارس عموما. هنجي نتكلم عن الدمج ما بين الحقيقة والسراب. طيب، لما نجي ندمج طفل التوحد في داخل المدارس مع طفل سوي، لازم نكون مهيئين طفل التوحد لعملية الدمج، ونكون مهيئين الطفل السوي لعملية الدمج، عشان طفل التوحد يتقبل الطفل السوي، وكذلك الطفل السوي يتقبل طفل التوحد. أما إحنا لو خطيناهم مع بعض بدون تهيئة، بدون ما نهيئ الظروف البيئية المناسبة ليهم، هيحصل إنه الطفل المدموج هينفر من عملية الدمج، والطفل الدامج ما هيتقبل المدرسة، لأنه هيحس إنه معاه طفل حركته زايدة، عنده حركات نمطية لا إرادية، فهو ما فاهمها، وهنا حيبدأ يرفض حضوره للمدرسة، وطفل التوحد ما حيكون مستفيد أي حاجة من عملية الدمج. طيب، إحنا هنا في مركز صنع المستقبل حبينا نلجأ لعملية بندمج أطفال التوحد مع أطفال صعوبات التعلم. فالعملية دي أنا حسيت إنها هي ناجحة جدا، طبقناها لنا كم سنة، فحسيت إنها عملية ناجحة. يعني هنا الناس عايشة كأسرة واحدة، الأطفال عايشين مع بعض كأخوان، مستفيدين من عملية الدمج بنسبة عالية جدا جدا الحمد لله. عندنا أطفال غير ناطقين بدأت تطلع منهم كلمات، وعندنا أطفال التوحد بدوا يتقبلوا إنهم يكونوا اجتماعيا داخلين مع أصحابهم، حتى في اللعب، حتى في التواصل، المهارات التواصلية الأخرى بيقوا متقبلين بعضهم بشكل جيد جدا. يعني عندنا احنا مشاكل الأمة بتتقبل مسمى إنه طفل يكون موجود داخل مركز، هي أهم حاجة عندها إنه طفل موجود في مدرسة، بغض النظر عنه هو استفاد. الدمج أنواع، عندنا الدمج الأكاديمي، عندنا الدمج الاجتماعي. عند يلا هنا الأهالي ما بيقوا بيهتموا بعملية، بس الاهتمام بالمسمى، أنا طفلي موجود في مدرسة. فأنا هنا حابة أقول إنه الأمة تنتبه لمركز ولا مدرسة، أهم شيء إنه الطفل مستفيد من العملية التعليمية، الجرعة اللي بياخدها يوميا من المركز قادر إنها هي تقدمه لقدام، قادر إنها هي تطوره، قادر إنها هي تخليه بكرة قادر إنه يخدم نفسه أكثر من إنه يخدم مجتمعه، قادر تخليه إنه قادر يلبي احتياجاته تجاه نفسه، عشان ما يكون عقبة في طريق الأم وطريق أخوانه. إحنا نمشي مع الطفل ما حسب عمره الزمني، حسب العمر العقلي والعمر الأكاديمي. يعني ممكن يكون عندي طفل العمر الزمني 16 سنة أو 13 سنة، بينما العمر العقلي واقف لي في 6 سنة. فإحنا نتعامل بطبيعة الست سنوات عشان نقدر نطور الطفل اللي قدام. ما تجي الأم تقول لي والله أنا طفلي مدموج اجتماعيا مع أطفال سنة سادس أو أطفال سنة سابع عشان هو يمشي معاهم. لا، الدمج صحيح إنك أنت تمشي مع الطفل، تكون ماشي في كل النواحي، دمج أكاديمي، دمج اجتماعي، عشان المجتمع يتقبله، وعشان الأقران اللي معه داخل المدرسة يتقبلوه. فأتمنى أن كل الأمهات وكل الأخصائيين العاملين في مجال الدمج ننتبه للنقطة دي ونركز فيها بشكل جيد. وبشكر متابعتكم، ونتلاقيكم في حلقات قادمة إن شاء الله بإذن الله.